إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن أعظم ليلة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ليلة الإسراء والمعراج، فقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات سماء سماء، حتى وصل إلى السماء السابعة، وسمع كلام الله عز وجل من دون واسطة. فكانت هذه الليلة أعظم ليلة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحادثة دروس وعبر، ومن أعظم دروسها ما فرضه الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة العظيمة، فإنه لم يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا، ولم يشرع له شرع، ولم يشرع له شرع في هذه الليلة المباركة التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السماء، إلا فرض واحد وعمل واحد، وهي الصلوات المكتوبات. فكانت هذه الصلاة لها هذه الميزة العظيمة، أنها العبادة الوحيدة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء السابعة. فالصلاة بفرضها في ليلة الإسراء والمعراج لها شرف عظيم، شرف الكيفية، وشرف الزمان، وشرف المكان. فالصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في زمان شريف، وهي ليلة الإسراء والمعراج، وفي مكان شريف عظيم في السماء السابعة. فكل ما فرض وشرع للنبي صلى الله عليه وسلم كان على الأرض، إلا هذه السماء، إلا هذه الصلاة، فإنها فرضت وهو في السماء السابعة. ولها شرف الكيفية، وهي أن الله عز وجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة في فرضها، بينما كل الشرائع والفرائض فرضت وشرعت للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه الصلاة بهذه الميزة العظيمة وهذه الكيفية العظيمة في فرضها، فدل على عظيم قدرها وكبير شأنها عند الله سبحانه وتعالى. والصلاة يا عباد الله، عندما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، حتى راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه بإشارة من موسى عليه الصلاة والسلام، حتى نزل إلى 5 صلوات. فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يراجع ربه، فهي 5 في العمل،
وهي 50 في الأجر. فإذا علمنا هذا يا عباد الله، علمنا أن الأمر يحتاج إلى مصابرة ويحتاج إلى مرابطة في كل يوم وليلة. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه على ذلك فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالصلاة، الصلاة يا عباد الله، هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فكان يكررها صلوات ربي وسلامه عليه حتى ما يفيض بها لسانه، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر الوصية فيقول: الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم، يكرر ذلك حتى لا يكاد أن يستطيع أن يفصح بلسانه ما يقول، وذلك من شدة المرض الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كثرة ترديده للوصية بالصلاة. عباد الله، إذا كانت الصلاة بهذه الكيفية وبهذا القدر عند الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نعتني بها عناية عظيمة وعناية شديدة، خاصة في الإجازات التي يتساهل فيها الناس كثيرا فينامون عن الصلوات، وكأنما الصلوات فرضت على أمزجتهم وعلى إرادتهم، فمتى استيقظوا من منامهم أدوا هذه الصلاة. اعلم يا عبد الله أن أعظم شروط الصلاة هو وقتها، ولذلك أجمع العلماء على أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج، بعد أن فرض الله عز وجل على نبيه الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، نزل إليه جبريل في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج عند الزوال، فعلمه الأوقات، علمه أوقات الصلاة، فدل ذلك على أهمية الوقت. وقد قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي كتاب موقوت وقته الله سبحانه وتعالى، ليس بإرادتك وليس بمزاجك، بل هي إرادة الله عز وجل وتوقيت وقته الله عز وجل. فلا تصلي الصلاة إلا في وقتها الذي أمر الله به. وعليه يا عباد الله، علينا أن نعتني بهذا عناية عظيمة. فالمسلم الذي ينام على إرادة فاسدة ونية باطلة، وهي أنه متى استيقظ من نومه صلى، فهو نام على نية، فاسدة، بل على نية كفرية عند كثير من أهل العلم، وذلك أنه نوى أنه يصلي الصلاة في غير وقتها. وقد ذهب كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، إلى أن من تعمد ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها متعمدا فإنه يكفر بذلك. فالأمر يا عباد الله ليس أمرا سهلا وليس أمرا هينا. واسمعوا عباد الله إلى هذا الحديث العظيم في عقوبة من نام على الصلاة المكتوبة متعمدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب، أنه كان يقول بعد صلاة الفجر للصحابة: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأى أحد من الصحابة رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أولها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذات الغداة قال النبي للصحابة: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فلم يرى أحد من الصحابة في تلك الليلة رؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحدثكم، أي أحدثكم برؤيا قد رأيتها، إني أحدثكم، إني قد أتاني الليلة آتيان. فقال لي: انطلق، انطلق. فانطلقنا، أي أتاه ملكان في نومه، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: انطلق، انطلق. فانطلق معهما النبي صلى الله عليه وسلم،
ثم قص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة هذه الرؤيا الطويلة، ورأى فيها أحوال المعذبين في البرزخ. ومما رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل مستلق على قفاه، وعليه رجل عنده صخرة، فيأخذ هذه الصخرة فيذلق بها رأسها، فيذلق بها رأس هذا المستلقي على ظهره، فيتدهده الحجر، ثم يذهب إليه ويأخذه حتى يصح رأس ذلك المستلقي على ظهره، فيفعل به ما فعل في المرة الأولى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر العظيم وهذا المنظر البشع، قال: سبحان الله، ما هذان؟ فقال له الملكان: انطلق انطلق. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الرؤيا قال له الملكان: فأما ذاك الذي يُثلق رأسه بالحجر فذاك الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فانظر إلى هذا العذاب العظيم الذي يحصل لمن نام عن الصلاة المكتوبة. فيكفي زجراً ويكفي وعيداً أن الذي ينام عن الصلاة المكتوبة أنه حُشر مع الذي يرفض القرآن، وأنه بهذه الكيفية في تعذيبه في البرزخ. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في هذه الصلاة، وصلُّوها على ما أراد الله وما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم ناراً، ناراً وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فبعض الناس يغالط ويقول: قد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها متى ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فيقال له: إن هذه الأدلة أدلة صحيحة وأدلة صريحة، ولكن الشأن في استدلالك بهذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة. نعم، من نام عن صلاة فنسيها فلا كفارة لها إلا أن يصليها إذا ذكرها أو متى استيقظ، وهذا في النوم الذي ليس فيه تهاون، وهو في النوم الذي لا يتعمد صاحبه أن ينام عن الصلاة، بل هذا في الأمر العارض الذي قد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مع أصحابه في سفر وناموا قبل الفجر، فأخذ الله عز وجل بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعين الصحابة، فناموا حتى خرجت الشمس. وهذا عارض وليس عن تعمد، بل بعد فعل الأسباب التي تعين على القيام للصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة قد وكل بلالاً رضي الله عنه وأرضاه أن يقيمه للصلاة، فلما عتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له بلال: أخذ بعين الذي أخذ بعينك. فهذا هو النوم الذي لا يحاسب فيه المرء. وأما النوم المتعمد أو الذي ينوي صاحبه أنه لا يقوم للصلاة إلا متى استيقظ، فهذا هو المحاسب عنه وهو المسؤول عنه أمام الله، ولا عذر له عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس إن كان في وقت الدوام نام عن الفجر،
وإن كان في وقت الإجازة نام عن الظهر والعصر، فصار يجمع الصلوات في عمل لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يقال له ليس في النوم تفريط بل في نومك تفريط، وأنت محاسب عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وارزق البطانة الصالحة الناصحة التي تعين على الخير، تدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ول عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.